اهلا بك سيد مشاكر. اهلا وشكرا على الاستضافه. مرحبا. وايضا الاستاذ طارق مراح المحامي والناشط الحقوقي. اهلا بك استاذ مراح. اهلا. لكن قبل ان نسرع في الحوار، الزميل يوسف زغبه يلخص لنا في هذا التقرير قضيه قتل الجزائريين في فرنسا. هي موجة نازية جديدة تشهدها فرنسا منذ شهر ديسمبر المنصرم، إثر إجهاز جلادين غامضين على 9 جزائري في 9 أشهر الأخيرة، مما يحيي موجة القلق ويفرض استنفارا رسميا في بلد يستوعب أكثر من 6 ملايين جزائري مغترب. بأساليب نازية بشعة، تقتيلا وتنكيلا، يتواصل الإجرام ضد الجزائريين بين مدن مارسيليا، باريس، ليون، عقب إزهاق أرواح 8 من مواطنين نحرا وحرقا ورميا بالرصاص. يتواجد علاوة بعاج 49 عاما، المنحدر من منطقة متوسة بولاية خنشلة، في وضع صحي خطير إثر تعرضه للطلقات النارية في مارسيليا. حالة بعاج المتزوج ووالد 4 أطفال ليست منفصلة عن سياق إجرامي مريب يستهدف الجزائريين، والمثير أن جميع الضحايا ينحدرون من ولاية خنشلة. وتضم قائمة الضحايا جمال لاغا، نعيم فطيمي، يزيد زرفة، ياسين قرفي، فريد محمدي، عماد حشايشي، منير عركوس، وعبد القادر بن خيرة. ولا يزال الغموض يغلف شفرات هذه الجرائم. وفي مقابل تلكؤ قضاء ماكرون في كشف الجنات، وقت أعلن وزير العدل حافظ الأختام طيبلوح عن فتح الجزائر تحقيقا قضائيا في حوادث اغتيال الجزائريين بفرنسا، وكانت فرنسا مسرحا لجريمة قتل البطل الأولمبي الجزائري الملاكم حسين سلطاني بتاريخ 31 مارس 2002، فضلا عن البرلماني الجزائري عبد الملك بن بارة في 27 جانفي 2003. إذن هي جرائم قتل مثل ما لاحظنا في التقرير، لم تدخر لا شباب بسطاء لا رياضيين وحتى برلمانيين سابقين. جرائم قتل ازدادت بصورة فظيعة وبصورة ملحوظة جدا في فرنسا في الآونة الأخيرة، وربما الأكثر إثارة أنها اقتصرت على أبناء ولاية جزائرية بحد ذاتها، ولاية خنشلة. ربما السؤال يطرح اليوم على السيد عارف مشاكرة بصفته يعني راه عايش في فرنسا ويعرف الأوضاع هناك. سيد مشاكرة، وش يحصل بالضبط جرائم قتل فجأة من أبناء ولاية خنشلة؟ نعم، هذا أولا شكرا على الاستضافة، وأحيي كل المشاهدين الكرام والضيف الكريم. لكي نكون يعني الفيتيار هو مؤثر جدا، يعني كجزائري يعني نشوف الفيتيار يعني هو مؤثر، نعرف احنا الجزائريين نحن عاطفيين. كذلك هذا فيتيار مثل هذا ينشر الرعب، لانه هذا حتى ميداني شفنا ناس هنا جزائريين كلموني قال انا ما نروحش لمارساي، يعني ما على بالهم مشتهيين يحسبوا في انه جزائري. هذا واقع، واش لاحظنا في التقرير؟ ما لاحظناش اشياء يعني مفترات، هذا واقع ارقام واسماء. لا، الواقع هو شيء اخر. الواقع الذي يجري هناك هو شيء اخر، راح نمشيوها نقطه بنقطه لكي يفهم يعني المشاهد وتفهم الوضعيه تاع ما يجري في مارسي. وهذه الاغتيالات هذه ليس فقط منذ الشهر هذا اللي كاين، باش يتبعني المشاهد باش يفهم مليح، ليس من الشهر هذيك، هي منذ سنوات كاينه هذه تصفيه الحسابات. هي كما نسميها في فرنسا لا زون دو مارسي او لا كوت دازور. هذه الان منذ 10 سنوات كما نعرف الجزائريين يتكلم شويه بالعاميه باش يفهموا، لان امهات عادوا خايفين على اولادهم جزائريين يقول لكم يقتلوا فيهم. باش نقولها يعني الحقيقه اللي راهو صار هناك هي تصفيه حسابات لجماعات مافياويه هناك تهيمن على مقاطعات في مارساي وفي لاكوت دازير لبيع المخدرات والكوكايين، وهذه معروفه من قبل. قبل التسعينات، في التسعينات كانوا لي كورس، ناس كورسيكا لا مافيا كورس، لانه شويه دومين صعب لفهمه للجزائريين اللي ما يعرفوش ماذا يجري هناك في فرنسا. وكذلك اسلط الضوء على هذا من خنشله، هذم الشباب الذين اغتيلوا صح من خنشله، لكن الناس ما على بالهمش بلي راهم مزدادين هناك، هم فرنسيين دوريجين الجيريان، يعني باباهم وامهم من الجزائريين، لكن هذم فيهم في التسعة اللي ماتوا الأخيرين فيهم 7 عمرهم لجوا للجزائر، يعني مزدادين هناك، جنسية فرنسية، وحتى فيهم اللي ما عنده جواز سفر. لكن يجوا يدفنوهم هنا في الجزائر. نعم، نجيبك على السؤال هذا لكي يفهم المشاهد أيضا. نحن المسلمين معروفين كل الجزائريين، أي واحد مسلم حتى كاين الناس عمرها جات للجزائر بصح كيموت وين يتباع يدفنوه عند عائلته الأولى، والديه يهبطوه يدفنوه ولا يدفنوه هنايا،
هنا اي واحد جزائري مسلم خاصه الجزائريين نهبطوهم ندفنوهم هنا. هذه تاعنا يعني الحوايج اللي نديروهم هذه لما الناس تسمع على بالهمش باللي راهي هذه الامور هذه هي امور يعني انا حققت فيها كم من مره حتى من قبل لانه عندي حتى من افراد من المدينه تاعي وحتى افراد يعني انا من ناحيه ذيك تاع خنشله اهل خنشله يعرفوا مليح الامر هذا. والعشر سنوات الاخيره كي يفهم المشاهد مليح عشر سنوات الاخيره لما كانوا لي كورس هما نقول بالعاميه هما المعاليم هما المافيا الكبيره هناك جاءوا الجزائريين اصبحوا بكثره الجزائريين اولاد الجزائريين هذوك المهاجرين اولادهم نسميهم احنا في فرنسا لي بير هذوكم يعني جنسيه فرنسيه زحموهم وبداو كلاوهم وطلعوا ولاو في الكرون بونديتيزم حبوا ياخذوا لا بلاك لا زون باش نسميوها لا زون لا زون هذه اللي يبيعوا بنت ساعه يعني سي مشكره سمحني نكمل لك هذه مصادفه ليس مصادفه لانهم ناس خنشله شوف تروح لتولوز في فرنسا كل الناس المغتربين هناك المكثريه اللي يمنوا عليها تاع مستغانم في مارساي كما نسميها الجزائريين هي الولايه 49 نسميها ولايه الجزائريه 49 هذه الشويه كما نقولها باش نقولوا بالعاميه ونقولوا الصراحه باسكو عندي صديقي صباح واحد صحافي قال لي لا ما تقولش احنا عاطفيين خلي قال له لا لازم الناس تعرف الحقيقه قال لي لا ولي ما يهمنيش انا نقول الحقيقه وما يهمنيش اذا كانت الناس تهجم على صورتي ولا تهجم على شخصي لكن لازم الناس تعرف الحقيقه هذوما فرنسيين قبل ما يكونوا جزائريين هم دوريجين الجزائريين كما انت بالسلطات الجزائريه والقنصل يروح يتكلم على السلطات الفرنسيه بصفته ماذا يقولوا هذو فرنسيين وهذه المشكله من اخي على بالهم بها وعالجناها باللي راهم هذوما فرنسيين يعني هذا بالنسبه لكلامك انه هذا يخلي من مسؤوليه السلطات الجزائريه هؤلاء مواطنين قانونيين يعني مواطنين فرنسيين السلطات الفرنسيه يقول لك هذا سي فرنسي نعم يعني كيف تجيني انت دوموندي لي انت باللي راه فرنسي وهذه مشكله فرنسا دارتها وتدفع الثمن وانك الآن تتدخل ممكن تدخل في الشؤون الداخليه لفرنسا الداخليه تاع فرنسا نعم خلينا نشوف لا نكمل لك برك نقطه باش يفهم المشاهد باختصار انه هذه يعني يوم واحد لبيع المخدرات في انزون بيع المخدرات كم يعني لا روسات في اليوم 120 الف اورو 120 الف اورو تسيل لعاب الناس لي زالجيريان هذوما كيما شوف قتلوا الكورس صحتهم وبعد الكورس جاوا لي زالباني والروس في بدايه 2001 من 2002 الجزائريين وخاصه الناس خنش الناس معروفين رجال وهمه هما كلامك هذا يشوه سمعه الجزائريين ماشي سمعه ليس كل واحد كاين جزائريين ائمه وكاين نهضروا الواقع نعم خلينا نشوفوا الواقع استاذ طارق مراح عائلات هي اللي رايت تمشي في هذا استاذ طارق مراح نعم اذا سي عارف مشكرة شرح لنا الوضع وقال لك انه هؤلاء هم فرنسيين ربما زادوا في فرنسا عندهم الجنسيه الفرنسيه ببساطه هذا يخلي من مسؤوليه السلطات الجزائريه ما نكسروا راسنا ما والو جيت تدخل في هذه القضيه يقول لك تتدخل في شؤون فرنسيه داخليه في مواطنين فرنسيين حتى لو كانوا يعني هم اصلهم من عندك وان كانوا يعني السلطات الفرنسيه ما قدرتش توصل لهذا النوع من الحقائق لا او عندنا الجزائر وصل للحقيقه يعني في فرنسا احنا في هذا الاطار في هذا الاتجاه اولا نترحم على كل هؤلاء الجزائريين ربي يرحمهم اللي دمهم من دمنا واللي هم منا وحنا منهم هذو راحوا لفرنسا ما راحوش ما بدهمش الخير ما راحوش والديهم اللي راحوا فقط باش ما نقاطعكش باش ما تغلطش باش ما تكلموش كلام شعبوي استاذ كلام سي عارف خليه يبدا خليه يبدا تفضل باش ما يغلطش برك تفضل استاذ والله الا كان راح نوصل للمشاهد يعني فكره افكار معليش ولكن راه كاع ما بديناش الذي الحقيقه ماهيش افكار احنا منهم وهم منا وهذو من ضمننا ونترحموا عليهم ربي يرحمهم وينعمهم وما يتصل بالمسؤولية مسؤولية السلطات الجزائرية بوفاتهم نحن لم نتلقى ولا معلومة حول سبب وفاتهم لا من السلطات الفرنسية المخولة بفتح تحقيق في هذا الشأن ولا يعني السلطات الجزائرية التي لم تتحرك في هذا الاتجاه ما عدا ما يروج هنا وهناك حول فتح تحقيق من طرف وزير العدل في هذا لا 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 في هذا الاتجاه نحن نستغرب يعني نحل قوس لانه السلطات الفرنسيه الى ما قدرتش توصل الحقيقة وفاة 9 جزائريين هذا 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 مما يطرح يعني اكثر من تساؤل لا معليش ما قدرتش توصل للوفاة القتل للجريمه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه على الخامسه ولا السادسه على الاقل تتوصل على الاقل الى مؤشرات يعني اللي تخليك على الاقل توصل الخيوط يعني الاولى للجريمه السلطات الفرنسيه لم تتحرك يعني لا نحن نعرف انه يعني السلطات الفرنسيه نعرف يعني السلطات الفرنسيه نعرف يعني كل
خلينا نتكلم. لا لا باش نفهم بس كده تهضر في كلام شعبي وكلام نوع. السلطات الفرنسية شوف سي علي. لا لا شوف يا سي عارف يا سي عارف خلينا نكمل الفكرة راح نعطيك المجال. لا معليش هو السلطات الفرنسية هي على بالها واش راه صاري ويخليوهم فهمتك ونفهمك انه هذا في الجرون مونديتيزم. كيف تفهمني انت الجرون مونديتيزم؟ خلينا نكملوا في الجرون مونديتيزم. يا سي عارف يا سي عارف فقط تفضل سي طارق مراح. ثم انه يعني النتائج الاولى للتحقيق لم نرى من السلطات الفرنسيه ولا مؤشر يعني حول تحقيق فعلي في هذا الاتجاه. السلطات الجزائريه لا تستطيع ان يعني ان تحرج يعني السلطات الفرنسيه ولا يعني مي ضعيفه السلطات الجزائريه ضعيفه ما تقدرش يعني ما تقدرش تدفع لا ليس لا لا تقولوا كلام تحقق يعني بالوصول الى الحقيقه. جريمه وقعت في الاراضي الفرنسيه على الاراضي الفرنسيه المخول الاول بفتح تحقيقها السلطات الفرنسيه فرنسي. ولم تتصل يعني ولم يعني تصل السلطات الفرنسيه الى حقيقه يعني هذه 9 جرائم ماهيش جريمه وماهيش 2 هذه 9 جرائم واتصال تسعة من الناس 79 من 2003 79 من خنشلة باش يزيد نعطيها لك الناس اذا كانوا يتكلموا على 9 انا نقول لك 79 من 2003 79 نحن نهضروا من عنابة وخنشلة وام البواقي 9 اللي هضر عليهم الفتيار اللي هما من ولاية خنشلة وكيقولوا الناس من ولايه خنشل يعني علاش يعني بالضبط من هذه الولايه وكاين واحد من تلمسان ثاني الله يرحمه هضروا عليه البارح من الله يرحمه من تلمسان نحن 9 هذه من ولايه خنشل علاش متسمين نحن هنا في الجزائر باش معروفه ولايه خنشل باش نعرفوا ولايه خنشل خنشل معروفه ولايه ثوريه والاكثر عداء شيخ في فرنسا نعم ولا صغير شريط الله يرحمه ومؤخرا ودي اختك الكلب الشعبوي الله يرضى عليك كلام عاطفي لا والله العظيم ما تحب فرنسا ليش فرنسا واش تدير فرنسا دفعت على فرنسا معليش معليش دفعت على فرنسا لا يا تحدى ضرور ومشاهدين والله والقران لا لا يهدي هاش كلام شعبوي عباس الغرور شهيد عائله ثوريه ما تلعبوش على الموتر تاع عباس ما تصرفكوش لفرنسا واش داك مش داك فرنسا وين راح فرنسا معليش من داك اللي صرفك لفرنسا معروف انت يعني ما هذا يعني تاريخ كبير شخص بكري كنت انت فرنسا ايه معليش اسمع والله ليس ما عندك مستوى تتكلم مثلي معليش والله ما عندك يا عارف يا عارف شعبوي والله شعبوي والله شعبوي انا قاعد نتجمع على فرنسا ما عندنا احنا عندنا جرائم يا اخي نحوسوا للتحقيق هذا هو اللي نحوسوا عليه احنا كجزائريين احنا عندنا جزائريين ماتوا سي مراح انت عندك فرضيه لانه خنشله ولايه ثوريه ولايه معروفه انها يعني كانت مفتعله لا هذا هو الفرضية المستهدفين خليك من الفرانويا أنا كشخص كضيف ومن منطقة أتفضل. أنا نعرف بلي ولاية خنشلة هو كل ما يتصل بولاية خنشلة أنا من ولاية بالباقي بخنشلة أنا يجي أو عرشي أو عرشي ما ليش عرشي ما ليش نعرفه ما ليش عرشي كنت أنا كنت أبيع في الكوكايين وفي المخدرات عرشي يو صح تعرف أنت عرشي يبيع في المخدرات هذا قلب اللي ربي يبيع في الكوكايين يبيع ويبيع في الكوكايين ويبيع هاي بعينيك نسمت يا رجل نسمت الدفاع شوف الشعبوي شوف العاطفي شعبوي شعبوي يا كوكايين ما تقسمش يا رجل تتهم الناس بيبيعوا كوكايين في المخدرات فقط روح لديرك تنافيت وتفرج يبيعوا المخدرات يبيعوا كوكايين شوف يعني قول لي برك انت برك قول لي انت برك هذا برك مستوى محامي هذا مستوى محامي هذا مستوى محامي هذا مستوى محامي هذا نخبة هذا نخبة الشعبوي سعر انا راح نقصيك من الحوار لانك لست مستوى الحوار راح نتكلم هذه انا فاهم هو قال الكلام اسمح لي كلمة عكس نزيد نسمع لانه مستوى لا يحضر اسمح لي فقط بانه عندكم الجزائريين اللي ماتوا في فرنسا او يقول لكم انهم فرنسيين لا جزائريين فقط انا جزائريين على بالهم ناس خنشله يا رام على بالهم ناس يا واحد الشيات رام على بالهم ناس خنشله بالليراك باللي راهم تاع كوكايين فاميلتهم عائلتهم على بالهم عيب عليك عيب عليك روح كلم دهز التليفون روح لخنشله عيب يا سي عارف يا سي عارف انا اتكلم لك على السلطات سمح لي فقط عندي سؤال لك هو اثار قضيه مهمه يعني قال لك مادام هذه المعلومات
يعني لا سلطات الفرنسيه علمت بها، لا الانتربول علم بها، لا سلطات الجزائر علم بها. يعني انت السي عارف مذكره المحقق كونان، المحقق كونان مذكره. شوف نفهم انت راك صحافي، هو اذا كان يتكلم شعبوي ويتكلم مستوى واحد اخر خلينا معليش مقبوله، يتكلم عاطفه باش يلعب عقول الناس وباش نكوبيو لي دو مينوت باش نديرو بها البز على اليوتيوب وفلان قال فلان وفلان قال فلان. هذا من جوي هذوك خلينا منهم، انا نهضر معك انت ونحمل المسؤوليه كصحافي. انت تبعث لما يقول كلام كيما هذا، لما يكون عندك موضوع مثل هذا واش دير انت؟ تبحث، ادخل ديريكت نوف، كاينه قناه فرنسيه يقولوا لها دوبل في ناف كل ليله اونكات كريمينال على الحوايج هذوما وعلى لي كونت. ونفهمك لماذا السلطات الفرنسيه لا تتدخل كثيرا في هذه الامور، والاعلام الفرنسي لا يحدث ضجه على هذه الامور. هذه معروفه في كل دول اوروبيه، سواء في بلجيكا سواء في المانيا. خلينا باش نفيدوا الناس باش يعرفوا باش يجتهدوا. انا كاين عندي كلام نقوله والمشاهد يسمعوا ويروح يبحث في جوجل. الحمد لله الان كاين الانترنت، كاين الفضاء الاصغر، كاين الاعلام البديل، كاين كل شيء. قلت لك باللي راهي السلطات الفرنسيه الان واش يقول لك؟ يقول لك الفخار صرحوا مضى بهم. هذه اللي يصرى تصفية الحسابات بين المافيا، بين المافيا هذوما تاع المخدرات اللي تكلمنا على واش الصوارد ولا تشوف بلي راه 120 الف يورو في النهار ومعروفه. تروح تسقسي اي واحد في مرسي، ولما يقتلوا كاين ناس ابرياء من العائلات. نكون انا تابع لمجموعه مافيا تبيع المخدرات في مكان ما، انت تحب تاخذ المكان هذاك تجي تقتلني، ولما تقتلني واش يديروا اللي معايا؟ بيقتلوا لك خوك، يقتلوا لك امك، يقتلوا لك اختك. هذه هي كاين ناس ابرياء اللي يقتلوهم لانهم الناس اللي في المافيا في المجموعه. خلينا نتكلم معاهم فهموا الناس. انت كان عايش في الادغال، حرام عليك. فهمتني؟ قلت لك هذه السلطات الفرنسيه، السلطات الجزائريه يا ودي انا ولد الجزائر العميقه الغيريه، ما تبيعوناش وطنيا. كلامكم استهلاك، لا سمح لي، ما ردوا الحقيقه او الحقيقه. روح هز تليفون، روح هز تليفون وعيط الخنشله، الخنشله روح اهبط لفرنسا. خنشله بلاد الرجال، ها ندورها حتى لك. خنشله بلاد المجاهدين، فهمتني؟ فرنسا درك ولا دورها ولا يرجع معطيك كيما انت ولا يرجع يا اخي. مستواك، مستواك انتم تعرفوا. علاش ما عندي حتى مستوى؟ انا ما عندي حتى مستوى. صدقني صدقني والله، شفت هاي قول لي هذو يعني السلطات الفرنسيه ما قدرتش تدوك هذو من خطا، هذو كدير بهم ضرب، هذو متفوسطين في مجتمع، هذو تبنيهم تبنيهم. يجي يهضر لي من هنا، نحن نهضر معاه في واقع، في تحقيقات ميدانيه وامور ميدانيه. نعم. يشوف فيها الناس توجه المشاهد. نقول له ما تقبلش كلامي، وقبل كلامي وروح اجتهد وابحث، ابحث فقط وروح الناس تاع مرسي. صح كاين ابرياء اللي ماتوا، كاين ابرياء اللي ماتوا لانها في تصفيه الحسابات. لكن انت عارف خلط. نعم. كلش في كلش، كل بريء كي ما من وصف المخدرات. يعني انا كنظل عندي مشكله معاك، راني باش نقيسك انت، انت تهرب وشكون نقيس؟ هذه يقولوا له كود عندهم، هذا من المافيا، هذا عندهم قانون. او على واه نفهمك باللي راهي كاين امور ما يفهموهاش الناس العاديين. احنا كمحققين في التحالف الدولي نديروا تحقيقات مثل هذه، نتعمقوا في الامور هذه وعايشين هناك ونعرف الناس هذو شخصيين. عندي اصدقائي، تحب نقولك عندي اصدقاء وماتوا الله يرحمهم من عنابه في الشيء هذا. انت قلت نهدر لك يبيع الكوكايين صديق العاب راح نبذو. انت اخوك يا ودي يهزك من الله يحرم عليك. ما تبيعش وطنيه، ما تبيعش وطنيه حقيقه، حقيقه. نعم نعم تعرف قلت لهم روحوا شوفوا اليوم كل ليله، كل ليله يدخلوا الديريكت ديبول في ناف وتشوف هاد لي سونكات. الشرطه ما تدخلش، يخافوا يخافوا باش يجيو داخلين الكارت يقولوا لي لي بومات ثم يبدا. نعم نعم سي مشكرة، نعم سي مشكرة. سي مرة هو راهو عايش ثم شاهد، شاهد من اهلها يعرفها. قال لك بعضهم نعرفها من شخصيا. سيدي من العرش. معليش يا سيدي، ما خلينا نجاوبوا برك. نعم. خلينا نجاوبوا. معليش يا اخي ما يشبعلوش هذا. لا لا تفضل، ما تشخصنش، ما تشخصنش، ما تشخصنش. يا وانت اللي تراك تشخصن الامور. فقط 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 تستفيد الناس. امهاتهم يبكيوا على اولادهم. يا سي عارف الناس راهي تبكي على اولادهم. الناس ولاو يخافوا يحبوا اولادهم يروحوا، يحسبوا باللي راهم في الجزائريين لانه نسى. والناس في الجزائر يحسبهم يقتلوا في الجزائريين اللي وهي اللي قاتل الجزائري مقتول جزائري. ما تهمش ما تهمش انا شكون تهمش الناس؟ لا هذه الحقيقه اللي نقول لك. لا سي عارف فقط فقط تفضل. أنا, انا 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 رجل قانون اعرف باللي راهي قانون البراءه هي اللي هي الاصل. يعني كل الانسان يعني حتى تثبت إدانة. يعني ناس هذو مدنيين يا ولدي او مدنيين راهي مش من اليوم يا استاذ، راهي مش من البارح. انت تتكلم لي على تسعة، انا قلت لك كاين 79 من 2003. اهدر على 9 يا استاذ، يا استاذ ويا استاذ والله انت تتكلم على 9 اختك كاين من 2003
من وقت اللي بداو الجزائريين يتحكموا في الارضيه هناك كاين 79 جزائري اللي مات. ربي يرحمه. غير الاعلام تاعنا برك مؤخرا الحمد لله كشباب كنتم كاعلاميين تسلطوا عليهم الضوء. نعم 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 هذوما احنا راك نسلطوا الضوء على تسعه هذوما اللي تسلسل الاحداث. نعم. واللي انهم اثروا ضجه مؤخرا. تسعه هذوما ماتوا لظروف غامضه لم يتضح بشانهم ولا حقيقه. هذوما الناس السلطات الفرنسيه تقول راني حل التحقيق ولكن لم تتوصل ولا الى حقيقه واحده في تسع جرائم متتاليه. صح. ويعني جت ما بين جريمه وجريمه على الاقل نهارين ثلاث ايام وهذا كل من منطقه واحده. انا من منطقه واحده هذه انا ما دخلش راسي كيفاش هذوما التسعه من ولايه واحده من ولايه واحده رحت المرسي معليش خلينا نطرح التسعه برك بعد معليش درك نسمعك من بعد ما كاينش مشكل انت عايش تم معليش ما كاينش التسعه هذوما ماتوا من منطقه واحده وفي في وفي في وقت واحد. هذا يحل تساؤل بالذراع علينا نقولوا نحلوا علاش من المنطقه هذه بالذات. وانت كمحامي استاذ الله يخليك سامحني كلمه واحده بس الله يخليك أتفضل. انت كقانوني قدام الاستاذ قدام المشاهدين انت كقانوني تجيني انت السلطه الفرنسيه تخيل وانا نجي السلطه الجزائريه نجيك نقول لك اعطيني التسعه هذا ونجي نقول لك اعطيني نحقق معك في التسعه هذا قانونيا نتكلموا قانونيا مش ما ندخلوش لا في العاطفه لا ندخلوا في الشعبويه نجيك نقول لك هذا التسعه هذم تقول لي انت هذا اسمه برك عبد الاخر مصحي هذا فرنسي تقول لك ما تدخليش انا في اموري الداخليه واش تكون انت حتى تقول حتى باسبور جزائري ما عندهمش اخرين على بالك نجيو نبعثوا لي كور نتاعهم والله صدقني انا بعثته وحضرت جنازات الناس على بالهم حتى مشاهدين الناس الله يرحمهم كامل والله العظيم باش نروحوا نبعثوهم والله القنصليات يساعدونا باش نزربوا في لي فورماليتي خرجوا لي باسبور هذوك باش نبعثوهم ما عندهمش حتى ناس عمرها جات باش نقول لك مثلا باش نرجعوا للسؤال تاعي انت حقوقي نجيك انت مثلا فرنسي نجيك نقول لك انا باش نحقق معاك في تقول لي انت تحقق لي في ولادي باسكو حنا ما حبيناش نفهموا في الذهنيات نتاعنا انهم الاولاد هذوما اولاد الجزائريين انا من هنا من الجزائر ونسميونا لي بليدار يعني اللي جينا لكن اسمح لي استعرف مشكره لما يقول لك وزير العدل حافظ الختام طيب ملوح انه سوف نفتح تحقيقا يعني كلام شعبوي حتى يعني تعلو حتى كلام تاع الوزير يعني شعبوي يعني شيء تعرف انت اكثر من الوزير حتى كلام يعني الوزير يعني قاعد يعطي يتكلم بالمستوى تاع الناس اللي راهي تهضر معاه يعني انت عندك معطيات اكثر من الوزير عندي معطيات اكثر من الوزير طبعا عندي معطيات اكثر من الوزير بس كدرت تحقيق درت تحقيق ميداني ونعرف الامر هذا تحققت عليه ليس البارحه وليس من التسعه هذه من قبل درت عليه تحقيق هل الوزير عنده الحق يهدر برك لانه هيك باش يجيب هذه الوزير تكلمها هكذا كلام لانه الشعبويه رد عليها بالشعبويه الوزير حل الوزير حل التحقيق قنصل الله على باله واش صار والله يا استاذ القنصل الله ما على باله واش كاين يامر يعني بفتح تحقيق شوف الوزير ما على بالوش والقنصل ما على بالوش والسلطات الفرنسيه ما على بالهاش قبيله يا استاذ قلت كنت فرنسا شي نقول اجهزه امنيه في روسيا ما على بالهاش ولا على بالهم يا استاذ يهضروا يا استاذ واللي على باله والله يهضروا يا استاذ والله يهضروا عارف مشكره والله يهضروا يا استاذ احنا في والمحقق كونان لا 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 مت استاذ والله العظيم يعني هذه اقل حاجه كصحفي دير البحث نتاعك في الامور مثل هذه يعني ما تصدمش بك على كلام الناس تاع سمعنا ما يقولوا مثلا الفزار القزرق يقولوا انت كبروفيسيونال راديو تروتوار لا ما يمشيش راديو تروتوار انت تتعمق باش تعطيه باش تعطيه تشوف الوزير حل يامر بفتح تحقيق في هذا الجرائم على اعتبار ان هؤلاء هم جزائريون على اعتبار انهم جزائريون برك هنا كان الوزير يجهر باللي راهم جزائريون وحنا هنا في البلاطو نحن لازم نتصلوا مباشره بالناس هذوما يعني بمواليهم الناس انا نعرفوا واحد في متوسة وواحد في ببار وواحد في تاسكوارت واحد هذوما الناس نحن الناس هذوما الناس بيانهم ماتوا ثم وبيانهم يعني في فرنسا وبيانهم استعبدوا في فرنسا انا هذو جزائريين وانا نفتخر بهم كجزائريين والناس هذوما انا عارفين كجزائري والناس هذوما يعني حتى تاع تلمسان هذاك مسكين ما عنده لا ذنب ولا جريرة. الناس قاعدة تموت ثم في فرنسا وكان ممكن وراها 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 الجرائم هذه يعني شيء كبير ممكن يقدر وفرنسا لن تسمح إلى الولوج إلى داخل التحقيق والوصول إلى الحقائق لن تسمح بذلك والله. لأنها ستوظف هذه الجرائم في صالحها وضد يعني مصالح صحيح هذا كلام صحيح هذا الكلام في صالحها هذا كلام صحيح لأنه هما كيظلوا المافيا ما تقدر لهمش لان مافيا اورغانيزي من المغرب اللي تجي المخدرات ومن كولومبيا اللي تجي على المغرب والاسباني لانه ريزو كامل اللي جا في اسبانيا لماذا لما يحبوا كي يدخلوا على هذا من لي كارتي هذا من المناطق هذا كيحبوا يهزوا واحد يجيو في 200 دركي جندار و200 كلهم بليكاغو لماذا لانهم يخافوا من لي ريغلمون كونت
راهو البوليسي هذا الشرطي هذا الجندارم شيكي. نعم خلينا نسمع هذا راهي حقيقه كلامك راهو حقيقه. سي مشكرا استاذ مرحب خلينا نروح الفاصل القصير ثم نواصل النقاش. مشاهدينا الكرام فاصل ثم نواصل. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا الى الجزء الثاني من حلقه اليوم من البلاد اليوم. اذا موضوعنا حول الجرائم التي يتعرض لها ربما هنا الالتباس، هل هم جزائريون ام من مواطنين من اصول جزائريه في فرنسا، وصل عددهم الى حوالي 9، ربما انهم تقريبا كلهم من ولايه خنجلة، والحديث والجدل الذي اثير ويثار حول هذه القضيه، كما نتحدث ايضا حول قضيه مهمه ربما تفيد الشباب الجزائري بين العيش هنا في الجزائر والعيش في فرنسا، وبين كلام المسؤولين ربما التي تفضل الجزائر على الكثير من الدول الأوروبية وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا ضيفي هنا كل من السيد عارف مشكر الكاتب الإعلامي، أهلا بك سيدي مرة أخرى، وأيضا الأستاذ طارق مراح المحامي ونشط حقوقي، أهلا بك أستاذ مراح مرة أخرى. سي عارف مشكر، شفناك في فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي تبين أنه الشباب أو المهاجرين في فرنسا ما راهمش عايشين في جنة، بينت لنا وكأنهم في يعني مساكن تاع قصديرية في محطات القطار يعني مترامين هناك. وش حاب تقول؟ وش حاب تقول سي شكرا؟ وش حاب تقول؟ حاب نقول بأنه ليس كل ما يحكى، أنا واحد من ضحايا هذه الصورة تاع الأوروبا. لما كنت شاب كنت نحلم، كنت كي نسمع أوروبا كانوا حتى المغتربين اللي يسمحوا للمغتربين نقول لهم لازم نقولوا الحقيقة للناس. بس كل المغتربين اللي هي يعني والله نستحي اكثر من 80% دي كاسوسيو، اكثر من 80% سي، اكثر من 80 كلهم اطارات، راهي 6 ملايين جزائري 80% سي دي كاسوسيو، كل عايشين من راسا، كل عايشين من امور، وكل عايشين المكثريه اللي يغسلوا في صحانين مكثر يعني اكثر، مش كل طبه عندنا 16000 طبيب جزائري هناك صح، لكن راني من 6 ملايين واش تمثل 16000، يعني باش نهضروا كي نقول لك نهضروا ارقام وراني جونتي باللي راه كانوا يحكيوا لنا فرنسا ونونك حلم دخلنا الإلدورادو، كي رحنا شفنا الواقع، كي شفنا الواقع ما درناش. ولكن باش ترجع لورا راح انا باش واحد يروح يدرس يطلب العلم العلم ولا باش يروح يداوي، كي شفنا الوضع الكارثي تاع الصحه عندنا في الدول نتاعنا معليش باش يروح يقرا مصحانه ضد تاع شاب يروح يحرق يموت، هذه انا ضدها لاني تسمى الورطه اللي طحت فيها انا واللي شفتها بعيني حقيقه اللي شفتها انا ما نحبش الجن، نحبوا يطلع بتاشيره ويجي يشوف بعينه معليش، بصح باش يطلع بالبوطي كما يسميوه ويحرق ولا يروح لتركيا ويدخل فانهم من يغتصب منهم من يقتل منهم هذا كذلك راه انه يعني ومن ربما يحط له اسباب الحرقه واسباب نعم هذه المخاطره نعم هنا نعم نعم هنا بيت القصيد، هنا بيت القصيد، هذه الامور راح نتكلم عليها كامل يعرفوها. المشكله اللي هنا وش هي؟ لما تكون انت ماكش جزائري، لو كنت ماكش جزائري يا استاذ تكون في فرنسا ويجي الحراق الجزائري شاب جزائري ويقول لك ماهمش قاريين كلهم للحراقه، اكثرهم قاريين والله اكثرهم عندهم قاريين، لكن كي تسمعوا تحط يعني ما كانك ماكش جزائري كي تسمعوا يتكلم ماذا تتخيل في عقلك؟ تتخيل في عقلك باللي راهو هارب من بلاد فيها دمار وفيها حرب كبيره وكانه جاي من سوريا، اللي يتخيل ما يعرفش الجزائر كي يشوف هذوك الحراقه جايين يقول لك هذا اللي يمد وصل للموت باش يحرق من بلاد، تقول واش تتصور انت البلاد هذيك في ذهنه صح، لانه مشروع غرس مشروع احباط وكل شيء مالغري كاين هنا في الجزائر، هي الواقع هي حاجه اخرى. الواقع عندنا مشكله كبيره اللي هي كنا في اليوم في الشهر كانوا 10 من الناس يحرقوا بوطي، الان اصبحوا في النهار 10 قوابل نورمال، عندنا مسؤولين قاعدين ما بالهمش. لو كانت في دولة تحب ناسها وفي دولة أخرى وهذه نقولها ونعاودها يديروا سيليل دي كريز يديروا خلية كارثية وكأنها أكثر من زلزال. نعم يعني أن الواقع الاجتماعي في الجزائر والواقع الاقتصادي والواقع عموما ما راهوش مبرر لهذه الظاهرة، ما هوش مبرر لهذا مشروع لما تدخل في الجذور كاين أمور نتكلموا لها على البارانويا، مثل البارانويا تاع قبل قليل نتكلموا عليها تاع شكون يقتل في الجزائري، علاه ما ندخلوش البارانويا ونديروا ايدي باللي راهي كاينه مشاريع كاينه دول ما تعبناش الجزائر توقف على رجليها وعندهم اذناب تاعهم لهنايا ايادي خارجيه في الجزائر، مش ايادي خارجيه، المشكله تاعنا ماهوش العدو اللي في الخارج، المشكله تاعنا العدو اللي في الداخل، العدو اللي في الداخل شكون هو؟ المير الفاسد، الوالي الفاسد، شف الدائره الفاسد، وزير فاسد، مسؤول فاسد،
اي واحد فاسد، هذو هما اي هذو هما المسؤولين. الفساد تفشى في كل منظومة، تفشى من اقل حاجة من الزبال حتى الاعلى هيئة في 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 عامل نظافة، عامل نظافة يعني كنت تقول يعني شكرا لنباتي يعني يعني فريمون يعني تفشى في كل شيء هذا الفساد. نبني والانسان ما كانش كاين مشاريع تحطمنا باش نبقاو دائما ليس كالجزائر فقط لكن نعم. كل الدول العربية باش نبقاو كل تحت هناك مشاريع. هناك مشاريع. هناك مشاريع. قالك الواقع أبدا ما هوش مبرر، ما هوش مبرر باش الإنسان يروح يخاطر نفسه البحر، يقطع البحار ويغامر ويتعرض في الحدود واعتداءات وما إلى ذلك. السيد طارق مراحل، نحن نطرح تساؤل اللي وصلنا للنتيجة مباشرة. كم عدد الجزائريين الذين خرجوا إلى أوروبا وإلى غيرها وإلى الأمريكتين وإلى آسيا ورجعوا للجزائر؟ شحال من واحد خرج من الجزائر ورجع؟ هيا يحسبوا لنا قداش من الجزائر يخرجوا، اللي خرج ما يرجعش. اللهم اذا كان كلاه الحوت الله يرحمهم ونعمهم. والمسؤول الاول والاخير عن هؤلاء هو هذا الوضع الكارثي الذي نعيشه وهذا الجحيم يعني القائم يعني بكل تجلياته. والجزائري بات لا يستطيع يعني حتى المسؤول يعني الخطاب الرسمي المسؤول يا سيدي رانا خير من السويد يا سي مراح خير من نيويورك. شفتوا وصلوا لمرحله الوصول للهبال. واللي يقول لك انا خير من السويد ولا خير من واحد يقول لهم رغم الناس في نيويورك يموتوا بالبرد تحت الجزر. هذا رئيس منتدى، هذا رئيس منتدى، هذا هذا هي اكبر دوله فيها فرق خير امريكا يا يعني من بخ... من والسويد شوف نتكلموا بالارقام هكا انت محال على بالك اكبر نسبه انتحار في العالم وين؟ اكبر نسبه انتحار تاع مجتمع وين؟ هاك صحافي في الجزائر. في الجزائر يا سيدي خلينا في السويد. في الجزائر في السويد اكثر عمليه والنور اليوم اكبر نسبه انتحار في العالم هي في السويد. ماشي من الدعم الاجتماعي، ماشي من الفقر، ربما اسباب روحيه، اسباب عقليه. لا لا مش بالاحباط النفسي، من الاسباب تاعها الاحباط. عندهم شوماج، مش عندهم الطالب الجامعي اللي ياكل يعني اللوبيا والعدس والكاشير. عندهم يقارنوك غير ربح ذاك برك. واش داك السويد قرروا غير اللي بحذا كم توانسا أمرق عندهم نخبة عندهم شكرا بس تقولي أنه السويديين راهم ينتحروا بين الإحباط. هذا كبيرة كبيرة مني كبعض. والله نهضر معك أرقام. أكبر دولة في العالم اللي فيها الانتحار هي السويد، لأنه المناخ هناك هو يساعد على وعندهم خاصة إحنا لواش إحنا وكما جيناش مسلمين تلقينا كنا ننتحروا صراحة. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله. لكن فيها أمور، لكن فيها أمور خطيرة يعني. نعم يعني نعم. يعني شوف المقاربة للمنطقية في هذا الموضوع هو أنه إنسان هرب ماهوش إنسان يعني اللي يحب الروح وهو يموت في البحر. هذا ما استوى عليه المنطق. المنطق استوى على أنه الإنسان لن يعرض نفسه للخطر إلا إذا كان فارا من خطر اعظم منه. هذا 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 هذه 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 الظاهره يجب ان نبحث في 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 اسبابها الحقيقيه واسبابها العميقه. نحن لسنا هنا من اجل يعني تبرير يعني فعل غير مبرر من الاصل، لانه احنا الناس هذو الشباب هذو اللي قاعدين يروحوا بالناس حتى يخرجوا كان بكري انت الشاب يحط البوطي بكري يا مسكين مدفوع لا لا مش دفع انت الشاب انت تصحى تقول فوق بالبوطي لا انا ما نروح مدفوع البوطي انا احنا ما هي نصيحه للشباب ما هي نصيحه للشباب لا لا ما هي نصيحتك للشباب معك بعد احترامك ما هي نصيحتك للشباب نحن لا تهرب من السؤال لا لا المعالجه لا تعطيش ما هي نصيحتك للشباب نصيحتي للشباب انهم يقعدوا ويقاوموا سلميين هذا النظام المتعفن من اجل طرده ورميه في البحر. انا ما عندي حتى خلفيه في هذا الموضوع. انا لن ابرر شيء يعني شيء غير مبرر. انا ضد الحرقه من هذا الاتجاه فقط. ولكن الشباب هذا اذا كان شاف روحه ضعيف ولا كان ما شافش يعني كان مؤشرات يعني لانه الخطاب الرسمي كي تقول له انت المسر رحله العظم وش بقالوا ما يقعد يدير في البلاد هذا ما يقدرش يقعد في البلاد هذه. بالتالي سيبحثوا وهذه من الفطره حتى من الفطره التي فطر الله البشر فطر رب العالمين انه يحوس دائما على الاستمرار وحب البقاء والغذاء والتكاثر وما الى ذلك. سيبحث عن ملاذ امن له ولاسرته. لكن سعاد كان قال لك صح انه الناس راهم من الاحباط ينتحروا في السويد وكاين ناس راهم يموتوا تحت الجسور في نيويورك. ما كانش ما كانش البارح كاين واحد مش جزائري في نيويورك راح مسكين تعب
دار 5000 كيلومتر ومن ماله الخاص وصل لنيويورك ومسكين يحوس يحوس تحت الجسور يعني وراهد على الراوي راهد على الراوي كان يصور ويقول لك ميكلسون يعني يعني كي نوصل باش نقول الناس في نيويورك يموتوا بالبرد وانا عندي واحد في زيرلندا يموتوا بالبرد وانا عندنا ناس ما عندناش عندنا يعني عجوز في امريكا ما تعرفش وما راحش الامريكان راح الامريكان وعائلته الامريكا خليه يحكي لنا عجوز في زيرلندا يعني يطلعوا في امريكا حتى قالت البلاد هربت عليه كما قالت البلاد كما يكونش عندك المال راك بيطيشوك فما لا تفهمش البلاد قالت البلاد قالت البلاد قالت بلي كاين عجوز في زيرلدا ما اعتقد مات مسكين من البرد هذا هذا مات من البرد هضرت عليه حتى قناه البلاد وغيرهم من القنوات يعني والامر الامر هذا مات هنا عندنا ناس هنا ولكن في باش نقول في نيويورك في نيويورك خلينا نشوفوا في هذا هذا شوف هذا الاختيار هذا اختشوف شوف راهم يهضروا في الزهر هذوك ما تهضرش عليهم حنا نهضروا علميا هذاك المستويات تاعي موافق يعني انت يا دكتور انت في راسك الولايات المتحده الامريكيه والنرويج والسويد انت كتعرف امريكا نحكي نحكي واش شفت واش شفت في امريكا سيدي هاي سيدي امريكا في اكبر اكبر دوله فيها الفقر في العالم هي امريكا باش يكون فيها واغنى دوله في العالم هي امريكا امريكا مدانه في تقريبا 30 الف مليار دولار تدي بصوره الناس هذه تسمى الناس ما تعرفش برك وتدخل تضرب في الكلام شويه 30 الف مليار دولار تدي صور تدي صور الناس كل السعوديه وحدها تسال امريكا 9000 مليار دولار خلينا من هذا امريكا لما تروح لوبيتال لما تروح لوبيتال شوف نفهمك نعطيك واحد شوف نتمنى برك المشاهد يتبعني فيها وتبنى تتبعني فيها نعطيك زوز ملاحظات فقط باش تشوف كيفاه العمل الهندسي والعمل كيف يلعبوا بعقول الناس امريكا لما تروح لوبيتال ونجيك بعد النقطه المهمه والحساسه جدا باش تفهم اللي باش نخدموا عليها لانه لو كان ما نحطوش اليد في اليد ونخدموا نديروا حلول راهي ما طلعش البلاد هذه والامل تاع الجزائر هو انت وانا والشباب هذا جديد وهذوما الساطع هذوما جدد اللي ما نستسلموش اللي قلنا نستسلم والدينا ماتوا وماتوا ومدوا الدم تاعهم احنا غير بالكلام برك ما قلناش نروحوا نموتوا ولا نقاتلوا ولا نسوا سلاح قلنا بالكلام ما نستسلموش ما نخليوش الرداءة عم قول لي واش هي الجزائري في الجزائر وما جاش في امريكا خلينا امريكا لما تجي لوبيتال لما ما يكونش عندك كوفرتير سوسيال تكون تخدم وتكون عندك كوفرتير سوسيال والله وتموت يطيشوك امام لوبيتال اوبيتال ما يقبلك ما كان ممنوع ما كانش عندك الفلوس ما تدخلش لوبيتال هذه بغينا نهضر لك صراحه خلينا نهضر لك تقول الناس قداش يخلصوا يا ودي انا نقول لك راك في فقر هاو قلت انا نقول لك الناس مسارعه امريكا تحي الصور تاع امريكا مافيا تحي الصور للسذج كيما السعوديه وكيما الدول الافريقيه وكيما المستعمرات تاعها تروح تمدهم تعيش في هذا خلينا نهضر معاك خلينا نهضر معاك يا ودي ما هذيك ما تجاوبش المواطن الامريكي البسيط المسكين الاجر تاعو كا ولدي راك ما على بالكش بدراهم تقريبا واحد 15 بيوم الشعب الامريكي توكسيكومان المهم راك ما على بالك نديك شوف نديك احنا هما مركز لوريون وتدخل ميامي ونديك الفلوريدا ونديك الاماكن تشوفها تخلع ما تشوفش خمس نجوم كيف باريس نديك باريس المدنيه والقوه باريس نديك تشوف اللوفر وتشوف لا تور ايفل تخلع اروح نديك لداخل الادغال تاع باريس تشوف الناس كيفاه فرنسيين يلموا في الخاموري يلموا في الخاموري يلموا كيف تفرق لا خليني نكمل لك نعطيك ايدي ونطلع لك المستوى باش نمش نفهم الخاموري يا راجل يا راجل هضر هضر معقوله كيفاش يلموا الخاموري يا راجل هضر هضر معقوله والله كي يديروا المرشيات كيديروا مرشي مرشي تاع خضره في باريس لما كيقفض كيكمل المرشي يجيو الناس تلم هذاك الفضله تاع المرشي باش يديوها وفرنسيين ما نقولكش مهاجرين والله فرنسيين والله شعر اصفر خلينا نعطيك لا ونعطيها بالصوت والصوره وعلى بالهم بها نعطيك حاجه فرنسا شوف فرنسا مليح تبعني مليحه انت محامي وتخاف يا بالراحه راني في جنه تبعني لا ما تقولش انا في جنه بعد انا في جحيم ما تقوليش ما تقول لا تقولي ما لا اقول نحن في جحيم عارف مذكره تعرف مذكره ما علاش ما استناوش المهاجرين يجونا من فرنسا يجونا من امريكا وين راهم خليني كان فقط في وقت الحرب العالميه الاولى والثانيه كل المهاجرين يشوفوا هذه الهجره هذيك خليني نكمل لك الفكره باش يفهموا الناس الفكره اللي راح نعطيك واش هي فرنسا قداه تدخل في العام من توريزم قداه تدخل العام في التوريزم فرنسا تدخل في العام التوريزم توصل حتى 1200 مليار من 800 حتى 1200 مليار رمايا نحطوا 800 مليار دولار 800 مليار روسات مدخول من التوريزم فرنسا 800 مليار الجزائر قداه تدخل قداه تدخل المدخول تاعها الفايده نتاعها تدخل كي تطير وتطير تدخل نزيد لها 300 مليار دولار ما هي نورمال 120 160 180 لكن انا نزيد لك 300 مليار يعني فرنسا ثلاث مرات اكثر منا لكن الثقافه في فرنسا شوف الثقافه لماذا نقول لك نبي الانسان اسمعني مليح هذه وفهمها شوف استاذ الله يرضى عليك في فرنسا الثقافه للمجتمع شو يقول له يقول له كما تخلصش الضرائب
انت لست انت تكره البلاد وانت خائن. اذا كان ما تخدمش وتروح يدير كسبيك وتنوض الصباح تروح تخدم انت كسول وانت ميسا المجتمع وانت كسوسيال. شوف الثقافه، احنا في الجزائر 800 اكثر منا اكبر دوله فيها الضرائب هي فرنسا. على الناس على بالك تشوف شي يخلصوا ناس ضرائب ما تامنش كاين حتى اللي يهربوا من الضرائب من فرنسا. هذه معروفه. خليك كمل لك، خليك ما تصوتي ليش ملي فهمت تهرب باش توصل الفكره. الجزائر 300 واش هي الفكره اللي دارونا؟ هذا مشروع ليس مشروع صهيوني. يقول لك ريح ودي حقك، ريح وقول لهم اعطيني حقي، ريح ودي حقك وادي حقي. خلينا نهضر معاك وعدنا نهضر معاك وعدنا نهضر معاك. خليني نكمل الفكره، خليني نكمل الفكره. 300 لازم تشوف 3000 دينار لازم تفهم كلامي. انت التعاقدات الاجتماعيه هذه مش مشكل انت عليها لهنا ما تقبلش. كل انت واحد ما عندوش انت محامي يحتاج منصب يروح معليش او قاريه ويدخل معاه. صح واحد ما عندوش حتى نيفو سنه 6 يحب سكرتير يحب مدير يعيطوا له هنا عاد يستنجب الصنص عليه ما تقبلش. يا حبس يا حبس مدير عليه ما تقبلش عامل هنا في الجزائر مونيفري عند اشغال وتروح لفرنسا تقبل تغسل صحن وتقبل تخدم مع النظام لانه يخلص مليح. يخلص مليح. نعم يخلص مليح. يخلص مليح. سي ترك فراح رانا في جنه، رانا في جنه ما دخل عليك لا باريس لا نيويورك حتى واحد. دار 89 دوله في العالم. خلاص دار 89 اجمل شعب هو الشعب الجزائري واجمل دوله غير ما عرفنا لهاش. ما عرفنا لهاش قيمتها والله ما عرفتوا قيمه بلادكم وما عرفتوا قيمه لما تروحوا تفضل سي مراح تفضل. الحد الادنى للاجر القاعدي في الجزائر هو 18000 دينار جزائري. هذا يقولوا عليه 18000 كاين ناس تاخذ ساقل 18000 دينار جزائري على بالكداش بل 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 بالعمله نتاعهم هما بالعمله نتاعهم صح هذوك نتاعهم هما بالارقام. هي اجر هي اجر هي اجر هي هي اجر تاع يعني اجر تاع عملت يوم واحد نحصلك يوم واحد يوم واحد يوم واحد يوم 18000 دينار جزائري. سميك سميك هذا هذا القانون في الجريده الرسميه كتبت قبلها فراش قبلها سميك على الاقل يعني كل 100 يمكن 100 اورو ممكن فك الاتجاه في لا صح 100 اورو صح 100 اورو 100 اورو هو هو عمل تاع يومين صح تاع يومين الفرنسي برك يقول لك هنا ما يحبش يخدم هما يحبوا يغلطوا الناس. السميك تاع فرنسا يحبوا يغلطوا الناس يقول لك السميك تاع فرنسا 1200 اورو 1150 مش 1000 معليش 1150 يعني 10 مرات حبس باش نتكلموا قدام المشاهد يعني 10 مرات اضعاف تاع السميك تاع الجزائر. التيبانة تاع الخبز في الجزائر قداه تسوى؟ تسوى 2000 فرنك اللي هي 10 سنتيم. التيبانة تاع الخبز تسوى في فرنسا حبس تيبان شوف هاب باش نحسبوا يا سي الجكره يا سي الجكره هربوا من الارقام هربوا من الارقام علاه هربوا من الارقام 10 سنتيم تيبان تاع الخبز خلصها في فرنسا يخلصها بان بان نورو سيتو داكور يعني 11 سنتيم اكثر. اسمع هذا الجكره هذه تاخذ الخبز يعطيكم ايمانك. اسمع هذه معايير الفقر عندنا شنو؟ انت قلت السويد راهم كارهين حياتهم راهم يستغربوا راهم ينتحروا راهم ينتحروا راهم قلت لك ما هي معايير معايير الفقر معايير الفقر انه ما يقدرش يروح يدير يعني صح صح رحله لمده اسبوع. شفت في اليوتيوب ليه ليه شفت في اليوتيوب على بالك اخويا علي انا نقول لك تسمع قاعد تهضر في هضره اليوتيوب والفيسبوك هذا الواقع هذا الواقع هضر لي على التقارير وعلى البحوث هضر لي على التقارير الحقيقيه والبحوث ما تهضرش على التحريشات في الفيسبوك ما تهضرش على التحريشات والفيديوهات المفبركه التي تنشر في الفيسبوك من الناس من خلايا مختصه لاحباط الجزائريه الجزائريه. لا لا ما انا اعلم انا اعلم ما يدور انا نعرف حوايج على بالي بك تعلم نعرفهم نعرفهم نعرف كواليس نعرف الناس اللي تنشر السوداوية مش تبقاو دائما ينشر السوداوية يهجم الناس. معليش ابناء فرنسا راهم هنا في الجزائر مش ليه معليش فرنسا خاطر ابناء فرنسا هنا اعداء الجزائر هنا باسم جزائري اعداء الجزائر كارطة الجزائر. تفضل تفضل ما جيناش نعيطوا هنا في الحقيقة شوف كيف شفتكم بالارقام بالارقام ترك صحافي ماكش راضي عليه. اسمح لي خلاص ترك اسمح لي فقط كان واحد ما يحبش يدخل للجنة على اسم مجلس تعيش هنا في الجزائر. يا سيدي ارواح لا 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 اسي عارف شوف انا رحت نقرا وعندي رحت نقرا قلت لك المشكله تاع شوف المشكله تاع المهاجرين والله المهاجرين 90% وكما همش حاشمين من العار والله يروحوا والله يروحوا والله يحاشمين كلهم انت فاشل احترم الجزائريين يا والله الجزائري اللي كان ماشي حاشمين من العار يروحوا لما يطلعوا عليه لانه مهاجر لانه مهاجر لما يروح للغربه كيولي بلاده واش يقولوا له؟ يقولوا له انت فاشل يقولوا له انت فاشل. انا مولي انا انا مولي انا داري في مولي انا مولي انا ديما هنا انا تشوف فيا انا نمشي شوف الشهر نفوت 16 يوم هنا في الجزائر وباسبور هنا تحتي نجبدوا لك
نجبد لك الباسبور وتشوف وتروح تقرا 16 يوم يا عندي شركه في فرنسا وراني لا وعدت شركه في فرنسا يا سيدي انا جدي 15 سنه شركه في بلادك خير يا دي مدير شركه في بلادك يعني بنيت مركز اداري برك ما فهمتش انا بنيت مركز اداري بنيته في 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 عرش لي في مسقط راسي بنيته اسمع اسمع انا ننتهز الفرصه انا ننتهز الفرصه انا ننتهز الفرصه هذه ونهضر مع المسؤولين الجزائريين نقول لهم حلوا للمهاجرين طبيب الجزائري طبيب الجزائري طبيب الجزائري يا رجل هنا واش بيه طبيب الجزائري هنا في الجزائر راهو في اضراب مفتوح من حقه الطلب الاجتماعي خلينا خلينا سمحنا من حقه خلينا خلينا سمحنا من حقه يدير اضراب اجتماعي من حقه خلينا من حقه نعم الاساتذه الجامعيين حتى الاطباء في فرنسا الاساتذه اضراب الاساتذه في التور الابتدائي والتور المتوسط والثانوي في اضراب المتقاعدين تاع الجيش المستضيف راهو اضرابات في مسيرات على غير الجزائر هذا هو كاين امتياز راهي في العالم كامل شوف امتياز انت هذا راهو معاش الشعب الجزائري ما عادش يقدر يعيش على بالك اللي راهي الجزائر ما عادش يقدر يعيش شوف شوف ما عادش يقدر يعيش كاين اضراب في الجزائر مع بالك راه حاب ترد لي انا حاب ترد انا حاب تهمني باللي الجزائر اضراب الجزائر العام قالك ما يخافوش ما يخافوش من العام ما يخافوش من الجزائر كاين يخافوا من العام العام كاين 9758 اضراب لا خلينا نروح في فرنسا كاين 15000 اضراب في فرنسا تاع نعم الجزائر 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 شوف الجزائر في المرحله هذه نحن نطرحوا علاش السعوديه الجزائريين هذا هو الخطاب تاع الجزائري علاه السعوديه انشر الامل خلاص الحلول خلاص خلينا نروح للعمل انشر الامل كل ما تروح اشتروه نعم نعم خلينا نروح للعمل ما تستلمش كل ما تستلمش نعم نعم ما تخليش الدواب يحكمون هنا وانت تروح خلينا كاين ناس دواب كاين كاين ناس كاين ناس ما عندهمش مستوى كاين ناس ما عندهمش مستوى ما تخلي لهمش تينا اسمع اسمع ما تطولش كما تلوش في الحلقه ما تسبش ما تلوش ما تروحش نعم. المشكله نتاعنا انه الجزائريين هذوما اللي خرجوا لبرا علاش ما رجعوش احنا سؤال علاش ما رجعوش لا انا على بالي باللي مثلا اذا كان واحد بلاده لقى حياه كريمه في بلاده ما عندوش ما عندوش علاش راح يروح اذا كان قال خرج لبرا ورضى الشيخ سليم منك ورضى معروفه معروفه المسؤولين ما عندوش مستوى يجيب واحد انت كادر قاري خير منه او يدي له بلاصته او هذه هي المشكله تاعنا يا علي خلينا نروح القضيه هذه مشكله لكن احنا المشكله نعم مشكلة, مشكله الناس هذو ما رفضوا انهم يروحوا لبلادهم لان ما على بالهم باللي في بلادهم ما عندهمش واش عنده مثلا في دول كثير والله من الدول الاوروبيه في امريكا وفي كذا والله الجزائريين الجزائريين مساكن محبطين اصيبوا بنوع من الاحباط خافوا يروحوا ضحكوا عليهم كلهم انتم فاشلين صدق كنت تقول خافوا من العار مرحبا به حقيقه حقيقه المهاجر الذي يرجع للجزائر يقولوا انت ما درت والو فاشل جيدي ما قعدتش كي تراب العار الوحيد ما قعدتش كي الاخرين هذه هي العار الوحيد العار الوحيد المهاجرين كلهم وكان حليلهم الدوله البنوك انا جاي نعيط انا من جاي فقط فقط انا جاي نعيط انا فقط احنا الجزائريين هذوما العار الوحيد هو قال لكم خايفين يروحوا خايفين من العار بيسر العار بيسر الوحيد اللي يشوفوا هنا في الجزائر هو هؤلاء الشباب يعني مساكين اللي راهم قاعدين يعطيني الحل هذا هو العار هذا هو العار اللي جاب السلطه السلطه هذه ما تقدرش ما عادش قادره دوره ويروح للسلطه اتلبي السلطه يكون انت السلطه يكون انت السلطه يا مسؤول انا شخص افرض روحك انا شخص انا شخص افرض روحك انا شخص انت شوف لا بوليتيك سي لافير دو تو نعم خلينا نروح القضيه حق في لا بوليتيك سيدرخ مراح سيدرخ مراح مادام رانا نديرو تكون عندنا مسؤولين يتصرفوا كيما الوزير البريطاني يتاخر لدقيقه قال لهم اشعر بالعار ساستقيل وقتاش يكون عندنا مسؤولين كيما حتى يلي جا حتى يلي جا جملوا في صم الخياط كيف تخرج من صم الخياط الوقت هذا كيدور كيجون الناس ثقافه هذيك يا سي علي ثقافه يا علي هذا هو لن يكون لنا لهنا لن يكون لنا يجي قبله يهضر ونور لنا السرف كلو اسمح لي فقط يا سي لن يكون لنا حظ في نوع من المسؤولين يحس صاحب المسؤوليه الا بالرجوع الى الشرعيه والله المسؤوليه تغير ولا ما تتغير الا بالرجوع الى الشرعيه شرعيه شرعيه لانه اي امه علاش يعني الوزير هذا حس بالذنب حس بالذنب لانه يمثل لانه منتخب فعلا منتخب ماهوش منتخب ماهوش مزور ماهوش مزور لهذا الانسان وزير ماهوش منتخب وزير هذا راهو من حزب سياسي حزب سياسي راهو من اغلبيه سياسيه راهو داخل الحزب داخل الناس الناس الوزير ليس منتخب البرلماني منتخب ماهوش برلماني هذا وزير تكنوقراطي تهضروا برك في الزر علاه تخلطوا علاه الوزير في الجزائر من اغلبيه ماهوش من اغلبيه خلاص ماهوش من حزب لا ماهوش من جهه المحافظ من جهه الوزير تكنوقراطي
التكنوقراطية لا والتكنوقراطية تهضروا الله لا على بالكم راكم تهضروا عندكم لا بيتكنوقراطية ما تحبسكمش او حزب الأغلبية تبيعوا الناس الأوهام ما تعرفش انت ما تعرفش تنزل محكوم راح تقرا على روحك راح تقرا على روحك هذا الوزير هذا الوزير وزير راهو حزب سياسي للجزائريين الوزير من حزب سياسي من حزب الأغلبية اللي طلع وزير من البرلمان ممكن من أغلبية سياسية من غير من حزب سياسي من المحافظين ولا من العمال هذا راهو من حزب سياسي من حزب الأغلبية المنتخب في البرلمان تمثيليا في البرلمان ومن البرلمان يطلع وزير والبنونس انت كي واحد بريطاني يهضر كيما انت هكا يا راجل من المجتمع البريطاني يهضر كيما انت هكا يهضر كيما يولى عليك احنا كما تقول ويولى عليك نحن المشاكل نحن المشاكل هذو لازمهم يتعالجوا لازم المسؤول هذا يحس طالما لم يحس المسؤول على انه يعني كلنا ريبريزونتاتيف يعني يمثل هذه الهضره اللي قلت لك المسؤول كلنا مسؤولين انت مسؤول وانت مسؤول حتى رانا مسلمين كلنا مسؤول كلكم راع وكل راع مسؤول عن رايته هذه هي تعاني خاطي تعاني خاطي 40 مليون جزائري يقول كاني خاطي من الاخرين كل واحد يقول انا خاطي المسؤولين كل الكلام نفس الكلام 40 مليون جزائري 40 مليون جزائري يتكلم نفس الكلام عين نفتشوا احنا شكون هو 40 مليون جزائري يتكلم واحد يتكلم على 39 مليون و999 نفس الكلمة أشكرك جزيل الشكر أستاذ عارف مشكرة فقط كتير. كلمة أخيرة أتمنى من الأخ نعود يديروا حلول يديروا كما أنت من النخبة النخبة ترجع بقوة ما تشعر شخصاً من شخصاً أنا نهضر جنرال والله نشعل جنرال والله يكن لك كل احترام والله أنا بيسير نشعل شمع خير ناشي ظلام راني شوف نشعل شمع خير ناشي ظلام نعم والله وربي سبحانه على بالو بنيات كل واحد فقط رسالة نعم. لأهل الجزائريين الذين يعني ماتوا على يد هؤلاء المجرمين الفرنسيين رحمة الله عليهم لا قلت بزاف لا 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 ما قلت بزاف هم اللي قتلوه ترحم برك هم اللي قتلوه الجزائريين اللي ماتوا ثم مسؤول عليهم السلطة الفرنسية اللي ماتوا ونرى ننتظر نتائج التحقيق بجدية ننتظر نتائج التحقيق في حق هؤلاء أشكرك المساكين أشكرك جزيل الشكر أستاذ طارق براح المحامي على كل من أغتيله على كل موتانا وإن شاء الله ربي يجيب الشفاء المرضى ربي يرحم الجميع إن شاء الله أمين 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 بغض النظر عن هذه التفاصيل وهذه التفاصيل أشكرك جزيل الشكر الأستاذ طارق براح المحامي والناشط الحقوقي شكرا أشكر أيضا السيد عارف مشكرة الكاتب والإعلامي على كرم المشاركة في حصة ساخبة أشكركم جزيل الشكر كما أشكركم مشاهدينا على كرم المتابعة موعدنا بحول الله غدا سلام الله عليكم شكرا